اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلينا نستقبل في هذه الفقره دكتور احمد ثابت. هنتكلم عن اهم الارقام والاحصاءات الخاصه بهذه المباراه ومن هو نجم هذه المباراه. ازيك يا دكتور؟ الف مبروك. الله يبارك. الحمد لله. الله يبارك في حضرتك. الف مبروك طبعا لجماهير النادي الاهلي ومجلس ادارته والجهاز الفني واللاعبين. الفوز العاشر على التوالي. الفرقه يمكن السنه دي تقلت قوي بشكل كبير بالصفقات بالتدعيمات. بصراحه تحس ان النادي الاهلي تقل. طبعا انت بتوصل للهدف رقم 28 في 10 مباريات. اقوى خط هجوم معدل 2.8 من 10، رقم كبير جدا يمكن ما وصلنالوش من فتره. ان انت بتسجل 8 في اول 10 مباريات تسجل 28 هدف، رقم كبير قوي. كمان خط دفاعك بتسجل يعني داخل استقبل هدفين. يمكن الاداء برضو انت تفوقت النهارده في كل حاجه، في الاستحواذ، في التمريرات، في المحاولات، في العرضيات. الحاجه الوحيده اللي كانت يعني اللي زعلتني شويه في الماتش هو الكلين شيت بتاع الشناوي. كان نفسي ان يعني الكلين شيت ده كان السادس على التوالي. كان نفسي ان الشناوي يكمل، ولكن هو برضو لازم يحط في دماغه ان هو عندك هدف ان انت تعمل رقم كمان كحارس، ان الكلين شيت بتاعك يبقى اكتر. ده بيبقى مثلا مجد كمان للحارس، يعني مجد شخصي للحارس ومجد جماعي طبعا للفرقه. يمكن النادي الاهلي النهارده تفوق في كل حاجه. لو بصينا حتى على الاستحواذ هنلاقي النادي الاهلي استحوذ بنسبه 62%. التمريرات 606 تمريره مقابل 374، يعني تقريبا قريبه شويه من الضعف، يعني قربت توصل في 2. نسبه دقه التمريرات بتاعه النادي الاهلي 86% مقابل 77 لنادي مصر. المحاولات النادي الاهلي اكتر 18 محاوله، نادي مصر 7، يعني اكتر من الضعف. النادي الاهلي عمل اكتر من ضعف عدد محاولات نادي مصر. المحاولات الصح 8 للنادي الاهلي، واحده بس لنادي مصر. العرضيات 27 عرضية للنادي الأهلي مقابل 8 عرضيات لنادي مصر. إذا أنت يعني تفوقت في الأرقام في كل شيء، يعني في كل شيء. وكمان إضافة ليمكن اللي احنا قلناه قبل المباراة على نقاط ضعف نادي مصر، قلنا إيه؟ قلنا رقم واحد الجبهة اليمنى، دخل فيهم 5 أهداف، جه منها الهدف الأول اللي هي الضغط بتاع جونيور أجاييه. قدر جونيور أجاييه يجيب منها الهدف الأول. أيوه. الحاجة التانية قلنا الضربات الركنية، احنا جبنا الهدف التاني من ضربة ركنية. الحاجة الثالثة قلنا التمرير الطولي في العمق، وده اللي جبنا منه الهدف الثالث. إذن الثلاث حاجات اللي قلنا عليهم قبل المباراة في نقاط ضعف نادي مصر قدرنا ان احنا نستغلهم النهاردة في يعني في الأهداف. لو بصينا حتى على الإحصائية اللي احنا عرضناها قبل المباراة هنلاقي الكلام اللي احنا قلناه، اللي هو الجبهة اليمنى اللي احنا جبنا منها الهدف الأول دخل فيهم 5 أهداف. بعد كده الضربات الركنية هدفين اللي جبنا منها الهدف الثاني. بعد كده التمرير الطولي هدفين اللي احنا جبنا منها الهدف الثالث. ده يمكن برضو سريعا كده دي الاحصائيه قدامنا على الشاشه اللي احنا عرضناها قبل المباراه. الاختراق وعرضيه من الجبهه اليمنى النادي مصر 5 بقت 6، والضربات الركنيه بقت 3، والتمرير الطولي في العمق بقى 3. يمكن النهارده يعني واحد من ابرز اللعيبه وفعلا يعني الحل السحري للنادي الاهلي في حكايه صناعه اللعب محمد مجدي قفشه. بصراحه يعني يستحق رجل المباراة على إنكار الذات اللي فيه والجماعية اللي عملها في الكرة الهدف. يعني هو رايح للأسيست، طبعا هو صنع هدفين، لكن اللي هي الهدف اللي عمل له فيها ديانج اللي هو الهدف الثالث لو عرضناه هنلاقي إن محمد مجدي قفشة فيه إنكار ذات رهيب وجماعية بصراحة. يعني يستحق بصراحة التحية عليها محمد مجدي قفشة. ده أسيست كربونة من اللي احنا عملناه الماتش اللي فات قدام مصر المقصة، نفس الأسيست بالظبط لديانج اتلعبت لقفشة. أرقام أخبارها إيه معاك؟ بالنسبه لمحمد مجدي قفشه النهارده هو بيوصل للاسيست الرابع. ده الاسيست الرابع ليه النهارده في الدوري. طبعا هو عمل 2 اسيست، يعني عمل 2 اسيست وصنع فرصتين، ورابع اكتر لاعب عمل تمريرات 56 تمريره. أيوه. نسبه دقه تمريراته القصيره 92.4 من 10. عمل 3 لونج باص قدام بنسبه نجاح 100% او بنسبه دقه 100%. قطع الكوره 5 مرات، فقد الكوره 3 مرات، عمل 3 عرضيات الثلاثه صح، حصل على خطا، وكمان تاني اكتر لاعب عمل مراوغات ناجحه 2. كمان لعب في مركزين، مركز صانع الالعاب اللي هو المركز 10 في البدايه، وبعد كده لما نزل وليد سليمان رجع كارتكاز تاني في الدقيقه 59 لما خرج اليو ديانج وتحول كارتكاز تاني. ودي ميزه اللعيب الجوكر اللي يبقى عندك زي محمد مجدي قفشه، بيديك حريه وبيديك يعني تنوع كبير جدا في المراكز. فمحمد مجدي قفشه بصراحه قدم اداء كبير جدا. بتتكلم في لاعب صنع 2 اسيست، بتتكلم في لاعب صنع فرصتين، تاني اكتر لاعب مراوغات ناجحه، بيديك الاستحواذ في عدد التمريرات رغم انه لعب 78 دقيقه بس الا انه عامل 56 تمريره، يعني رابع اكتر لاعب عامل تمريرات. لو كان كمل المباراه كان هيبقى رقم واحد في عدد التمريرات. بيلعب في اكتر من مركز، لعيب جوكر بصراحه. يعني حل مهم، ادى حل وتقل لفرقه النادي الاهلي في صناعه اللعب محمد مجدي قفشه.
برضو يمكن رقم اثنين أليو ديانج. أليو ديانج كالعادة بيدي السر والتفوق في وسط الملعب، وبقى يعني سبحان الله يعني ديانج دلوقتي بقى الكنز اللي فايلر بيحافظ عليه. بمعنى ايه؟ وصلنا للدقيقة 59 وتفوقت وجبت أهداف، بقى أول لاعب فكر أنه يخرجه عشان يريحه، لأنه أصبح كنز. في الأول ما كانش بيديله، كان مثلا كان وصلت بيه أنه كان بيلعب بعمر السلية وقفشة. دلوقتي ديانج أخذ الفرصة وأثبت نفسه لفايلر، أثبت أنه لعيب مقاتل ولعيب من أفضل اللعيبة في النادي الأهلي، وادى تقل في وسط ملعب النادي الأهلي في كسب الكرة الثانية. وفي الهدف اللي احنا عرضناه نفس الهدف بتاع ماتش المقصة، استعاد الكرة الثانية وعمل التمرير الطولي. كمان عنده ميزة، مش يعني لعيب مودرن، لعيب حديث، بيقدم كرة حديثة أليو ديانج. مش بس بيقطع الكرة، لا ده كمان بيديك التمرير الطولي لقدام. وكمان النهاردة عنده ميزة المحاولات على المرمى، عمل محاولتين على المرمى، ودي حاجة يعني لو بصينا على أرقامه حاجة بتأكد الثقة اللي هو بدأ يكتسبها لما بدأ ياخد رجل المباراة في أكتر من مباراة. ده دليل ان هو بدا يروح، زمايله بتثق فيه اكتر، الثقه بدات فيه اكتر. لو بصينا لعب 59 دقيقه، صنع فرصه، قطع الكره 11 مره، استعاد الكره الثانيه 10 مرات، ليه محاولتين على المرمى. نركز في الرقم ده لان اللاعب ده بيزيد، بيجاي بيتطور دلوقتي، بقى كنز بالنسبه لي ريني فايلر، بقى بيخرجه عشان يريحه. دي حاجه مهمه جدا. نسبه دقه التمريرات القصيره 79%، عدد التمريرات الطوليه 3، 2 من 3 صح، ارتكب خطأين. دلوقتي انت كنا مقلقين من اصابه حمدي فتحي، بعدين ظهر اليو ديانج، فبقى حاجه زي الكنز دلوقتي اللي بدا ريني فايلر يحافظ عليه ويخرجه في الدقيقه 59 عشان يحافظ عليه. تمام، مين اللي بعد كده؟ اللي بعد كده جونيور اجايه. جونيور اجايه قدم برده مباراه كويسه جدا، بالارقام قدم مباراه كويسه جدا. نبص على ارقامه هنلاقي ان هو طبعا ده هدفه الثالث في الموسم ده، ده رقم واحد مسجل هدف اللي هو هدفه الثالث. نبص ايه بقى جونيور اجايه عمل ايه. اكتر لاعب صنع فرص في المباراه، صنع 4 فرص للنادي الاهلي، 4 فرص. كمان اكتر لاعب عمل محاولات على المرمى بالتساوي مع مروان محسن، جونيور اجايه 3 محاولات بنسبه نجاح 33.3 يعني واحده صح، اهدر فرص محققه واحده، اكتر من حصل على اخطاء. اذا هو اكتر من صنع فرص، اكتر من قام بمحاولات على المرمى، اكتر من حصل على اخطاء، جونيور اجايه. غير ان هو سجل هدف، قطع الكوره 5 مرات، فقد الكوره 6 مرات، عمل 3 تمرير طولي بنسبة دقة 66.6، التمريرات القصيرة بتاعته 92.5، وقع في التسلل مرة واحدة. فجونيور أجايه قدم مباراة كويسة بالأرقام، أحسن من المباريات اللي فاتت طبعا قبل عودته من الإصابة، بيستعيد ذاكرة التهديف تاني إن هو بيوصل لهدفه الثالث، بيقدم مباراة كويسة جدا. تكلم في لاعب أكتر لاعب صنع فرص، أكتر لاعب عامل محاولات على المرمى، أكتر لاعب حصل على أخطاء، لعيب كويس جدا. ومكسب، مكسب ان هو يرجع في مباراه زي ديت بتكسبه عشان البطوله الافريقيه. تمام، اللي بعد كده؟ اللي بعد كده اخيرا، والله بعوده يا مروان، فعلا اخيرا بيفك الصيام التهديفي. من يوم 16 مايو 2019 كان اخر هدف ليه في الدوري سجل في شباك انبي. فبيرجع النهارده وبيفك صيامه التهديفي بهدفين. يعني دايما بشوف ان المهاجم لما يمر بفتره من الصيام التهديفي بيتحط تحت ضغط، وبالتالي بيبقى محتاج دعم الجمهور، محتاج دعم الناس ليه، ان هي تسنده دايما في الفتره اللي هو ما بيسجلش فيها اهداف عشان يسجل. لما يسجل هدف زي ده بتفرق كتير جدا. واحد من اهم المكاسب في المباراه النهارده التهديف بتاع مروان محسن، هو استعاده الثقه التهديفيه لمروان محسن. مهم جدا ان انت تكسب لعيبتك، مش ان انت تنتقد في لعيبه، لا لازم تكسب اللعيبه دي. لازم يعني انت دلوقتي عندك مروان وازارو وصلاح محسن، الناس دي كلها مكمله معاك، مش مجرد ان لعيب غاب فتره عن صيام التهديفي اقعد انتقد فيه واعمله، لا لازم احافظ على اللعيبه، خاصه ان انا عندي كذا بطوله، عندي دوري، عندي افريقيا، عندي كاس مصر، عندي كذا بطوله، فلازم احافظ على اللعيبه. ودايما بيبقى الحساب في اخر الموسم، بتشوف انت اللعيبه ده عملت ايه بالارقام، وساعتها بقى الاداره هي اللي بتحدد. عشان كده مروان النهارده واحد من المكاسب. لو بصينا على ارقامه هنلاقي ان هو لاعب 67 دقيقه، في ال 67 دقيقه دول مسجل هدفين، عمل 14 تمريرة صح واثنين خطأ قصيرة، قطع الكورة 3 مرات، ليه 3 محاولات على المرمى، الثلاثة كانوا بين الـ3 خشبات، أهدر انفراد اللي هو فرصة محققة يعني، حصل على خطأ، قطع الكورة 3 مرات، وكان ليه فقد الكورة 2، قطع عمل عرضية واحدة، ونسبة دقة تمريراته 87.5%. فبالتالي مروان واحد من أهم المكاسب في المباراة. اللي بعد كده؟ اللي بعد كده أيمن أشرف. أيمن أشرف لعيب مهم، كل مدرب تولى إدارة النادي الأهلي كان بيعتمد على أيمن أشرف. إذن أيمن أشرف في سر معين بيقتنع بيه كل المدربين. أيمن أشرف اللعيب
الاساسي في خط الدفاع، دايما بيلعب اكتر عدد من المباريات دايما في المباريات، وبالتالي ايمن اشرف النهارده اكتر لاعب عامل تمريرات في المباراه، عامل 73 تمريره، واكتر لاعب عامل تمرير طولي بالتساوي مع عمرو السوليه، الاثنين عاملين 9 تمريرات طوليه. اذا يعني وجود لعيب زي ايمن اشرف من ورا ده، لما تلاقي المدرب بيفضله دايما، اي مدرب جه يعني مثلا كابتن حسام البدري لما كان متولي تدريب النادي الاهلي كان بيفضل ايمن اشرف برضه بيه. ليه؟ اكيد ليه ميزه معينه. الميزه المعينه دي وهي ان لاعب دايما لما بيلعب بقدمه اليسرى ورا بتساعد في تحضير الهجمه وبتديك سرعه، اللي هو يلعب ناحيه الشمال في بيحضر الهجمه بشكل باسرع لما بيلعب بقدمه اليسرى، عكس لما بيبقوا الاثنين المساكين بيلعبوا بقدمهم اليمنى، بتديك تمريرات كويسه زي ما احنا شفنا ايمن اشرف النهارده محطه من ورا مكازا. يعني انت عندك مثلا محطه رقم واحد ايمن اشرف، بعد كده اليو ديانج، بعد كده السوليه، بعد كده قفشه، بعد كده عندك مروان قدام، وبالتالي ايمن اشرف واحد من محطات بناء الهجمه المهمه جدا في طريقه لعب ريني فايلر. الارقام بقى بعد كده لكل اللاعبين اللي بعد كده، عمرو السوليه، عمرو السوليه واحد يعني في ثلاثه قطع الكوره مع بعض اكتر لعيبه قطعت الكوره 14 مره، عمرو السوليه، ايمن اشرف 14 مره، رامي ربيعه 14 مره. ماشي. دول اكتر لعيبه قطعت الكوره. تمام. ايمن عمرو السوليه برضو ان هو بيديك التمرير الطولي 9 تمريرات طوليه، اكتر لاعب استعاد الكوره الثانيه، يعني ما ينفعش ننسى دور عمرو السوليه، عمل 3 محاولات على المرمى النهارده، ديانج بيروح على الجون وعمرو السوليه بيروح على الجون، دي حاجه مهمه جدا ان اللعيبه اللي هي الارتكاز بقت بتشوط، بتديك حلول لما فرق بتقفل عليك، بتحتاج ان لعيبه الارتكاز تزيد وتعمل عدد من التسديدات، مهم جدا. نيجي نبص على رامي ربيعه قطع الكوره قلنا 14 مره بالتساوي برده مع ايمن اشرف. في الباكات الظاهرين ما اتكلمناش عليهم اللي هو علي معلول ومحمد هاني، لو بصينا على الارقام بتاعتهم هنلاقي في مقارنه كده معموله ما بين علي معلول ومحمد هاني قدامنا على الشاشه اهي. محمد هاني اول حاجه التمريرات القصيره الصحيحه، محمد هاني 37، علي معلول 39. نبص على التمريرات القصيره الخاطئه هنلاقي هاني 2، علي معلول 7 تمريرات قصيره خطا، كتير النهارده تمريرات قصيره خاطئه من علي معلول. التمريرات الطوليه 6 من محمد هاني، 8 من علي معلول. نسبه دقه التمريرات محمد هاني كانت اعلى في التمريرات الطوليه من علي معلول. قطع الكوره كمان لمحمد هاني كان اعلى 9 مقابل 7 من علي معلول. العرضيات نيجي نبص على العرضيات، محمد هاني عمل عرضيات اكتر من علي معلول يمكن لاول مره من فتره يعمل اكتر من علي معلول عرضيات، ولكن نبص هنا على رقم العرضيات الصحيحه، محمد هاني عمل 11 عرضيه منهم 2 بس صح، دي محتاج منها تطوير في الفتره الجايه لمحمد هاني في التدريبات على دقة العرضيات. الحاجة التانية معلول عامل 9 عرضيات منهم 4 صح، يعني صنع منهم من التسع عرضيات دول 3 فرص، فده نسبة كويسة. يعني معلول مثلا ما كانش في الحالة بتاعته 10 من 10 أو التوب فورم بتاعه، ولكن صنع لك 3 فرص بأقل مجهود من 9 عرضيات. محمد هاني بذل مجهود كبير جدا وعمل 11 عرضية منهم 2 صح بس، صنع منهم فرصة واحدة، والاثنين متساويين في الحصول على الأخطاء، خطأين لمحمد هاني وخطأين لعلي معلول. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور احمد، ان شاء الله يعني المباريات القادمه تبقى الارقام افضل من كده كمان باذن الله، وبالتوفيق للنادي الاهلي فيما هو ان شاء الله. شكرا جزيلا دكتور احمد ثابت. هطلع فاصل وبعد هذا الفاصل كابتن ناصر عباس هنتكلم عن طاقم التحكيم لهذه المباراه.